إذا للوقوف عند صراع الدائر بين تل أبيب وطهران وزيادة الاغتيالات في الداخل، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص بشأن الإيراني وليد قدو. أستاذ وليد، مرحبا بكم. يعني لو نراجع الأخبار، عملية اغتيال أخرى لضابط إيراني برتبة رائد بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني، كيف نفهم عمليات الاغتيال أو الهجمات بشكل عام في داخل العمق الإيراني؟ شكرا استاذ. اهلا بك. بالنسبه للاغتيالات التي تزايدت في الفتره الاخيره، وانا يعني احب ان اشير وارجع الى الوراء قليلا، قبل سنوات بدات عمليه الاغتيالات ما بين الجانب الايراني والجانب الاسرائيلي، وانا اعتبرهما وجهان لعمله واحده، ولكن هناك صراع خفي وكان سريا والان بدا يظهر على الساحه، وانا اعتبره الصراع على النفوذ وليس الصراع على الحدود كما يقال. بدات هذه الاغتيالات يعني ويعني اهم هذه الاغتيالات في عماد مغنيه قتل في دمشق، وبعد ذلك قاسم سليماني، ثم محسن فخري زاده، ثم الضابط الذي قتل قبل ايام، وسمعت اليوم ايضا عمليات اغتيال اخرى في الحرس الثوري وغيرها. وفي اماكن حساسه من ايران في العمق الايراني، فهذا يعني يلفت النظر لاي مراقب سياسي بسيط على ان هذا النفوذ، هذا الصراع على النفوذ، هو صراع ظهر على الساحه، لانهم ليس هناك فرق. يعني احب ان انبه وانوه الى الساده السامعين والمشاهدين ان لا خلاف في العقيده، وليس هناك مشكله عند الايرانيين وهم يدعون الاسلام كذبا وزورا. ليس هناك خلاف بينهم وبين اليهود، بينهم وبين الصهاينه الحركه الصهيونيه، وانما هم، وانا اعتبرهم ان الجانب الايراني هم بمثابه، انا اتكلم عن الدوله الايرانيه، انهم بمثابه مدير تنفيذي للمشروع الصهيوني في المنطقه. نعم. وبالتالي هم الان الصراع الذي ظهر على العلن بسبب كل منهم يريد ان يستحوذ على موطئ قدم اكبر، سواء في سوريا او في العراق او في اي منطقه من المنطقه الان التي تشتعل فيها الاحداث. استاذ وليد، لو ناخذ تقرير لصحيفه نيويورك تايمز، كشفت في هذا التقرير عن هجوم بطائرات مسيره، انطلق هذا الهجوم بحسب المعلومات من الداخل الإيراني، استهدف موقع باريش العسكري المتخصص بصناعة الصواريخ النووية وأيضا الطائرات المسيرة. هذا الهجوم ترافق مع موجة الاغتيالات. هل نفهم من ذلك أن المستوى الأمني الداخلي للنظام في طريقه إلى الانهيار أستاذ وليد؟ نعم نعم، هذا تكلمنا عنه في يبدو في برنامج آخر مع قناتكم الرائدة، قناة الرافدين، أن هذا الصراع الداخلي أيضا ما بين الفرقاء وما بين أصحاب النفوذ وما بين أصحاب المحاور في إيران، بدأ أيضا صراعهم يظهر على الساحة، كل منهم يريد أن يستحوذ على الآخر أو على القرار. وبالتالي هذا الخلاف وهذه المظاهرات الشعبية التي بتنا نراها في كل يوم تزداد، هذا الاحتقان الشعبي بسبب السياسة الخاطئة التي تقوم بها الحكومة الإيرانية وتتدخل في شؤون الدول المجاورة، سواء في العراق، سواء في سوريا، سواء في لبنان، حتى وصل يعني تخريبها وفسادها إلى اليمن، ودعمها للحوثيين ضد الأنظمة العربية الموجودة في تلك البلاد. نعم، الشعب لا يرضى، وهو اصلا يترنح الشعب بالضائقه الاقتصاديه وهبوط العمله عندهم، فبالتالي بدا الشعب الان يتململ وخرج من القمقم وبدات المظاهرات. نعم، هذا ينذر، وان شاء الله هذا يعني بشير لنا معشر المضطهدين في الارض والمظلومين من السياسه الايرانيه، نذير ان شاء الله الى سقوط الحكم في ايران وحكم الملالي، لانهم يعني دائما هم معول هدم ورأس حربة بيد الصهيونية العالمية وبيد أمريكا، وقد اعترف بعضهم منذ سنوات والكل سمع بذلك، وكان يتبجح أننا هم الإيران يقولون نحن من سهلنا دخول القوات الأمريكية إلى باكستان وقضاء الحركات الإسلامية هناك، ونحن من سهلنا دخول القوات الأمريكية إلى العراق وتدمير إسقاط صدام وتدمير الحكومة العراقية، وهم من سهل أيضا كل ما يدور في العالم العربي من تخريب وفساد للإيرانيين إصبعهم فيها، وهم واليهود يعني وجهان لعملة واحدة. طيب أستاذ وليد، في
يعني فلسفة الصراع الدائر ما بين تل أبيب وطهران، وتفضلتم أكثر من مرة وقلتم بأنهما وجهان لعملة واحدة، هل هو صراع وجودي عقائدي كما تحاول إيران إظهاره؟ أبدا، هذا كذب مفضوح. والآن بات المراقب الصغير جدا، أبسط إنسان عنده إلمام بسيط بالسياسة، يعرف أن هذا الكذب إيراني، وهذا يسمى عندهم التقية. عندهم التقية هي الكذب المباح، يستبيحون ما يشاءون ويحاولون أن يصدروا الثورة وهذه الأكاذيب. أبدا ليس هذا أبدا كما قالوا، وإنما هو ليس بينهم وبينه أي فرق. هم ينفذون كما قلت سياسة اليهود، وهم أيضا كما ذكرت من بداية اللقاء، قلت هذا صراع أو حرب على النفوذ والسيطرة على الأرض، وليس صراع على الحدود فيما بينهم. صراع يعني نفوذ، وليس صراع حدود ولا أفكار ولا ديانة ولا هم يحزنون. ولكن أستاذ وليد، يعني لماذا خرجت هذه الحروب السرية سواء في الفضاء السيبراني أو على مستوى الاغتيالات إلى العلن في هذا التوقيت بالذات أو بهذا الشكل بين الطرفين؟ لماذا الآن يعني أصبحت العملية بشكل علني وواضح وأمام العيان؟ يبدو أن الخلاف ما بين الفرقاء الإيرانيين أنفسهم والمحاور داخل إيران هي التي كانت سببا في ظهور هذه الحرب إلى العلن. هم دائما كما هي عادة المخابرات الأمريكية والCIA والمخابرات الإسرائيلية وغيرها، تبقى حروبهم هذه يعني تحت الأرض كما يقال وراء الكواليس، ولكن يبدو الخلافات ما بين الفرقاء والحكام. وهذا إن شاء الله قلت كما أستاذ قبل قليل أنه إن شاء الله هذا يبشر بسقوط حكم الملالة في إيران. الخلاف ما بين اللصوص كما يقال يكشف القضية ويكشف السرقة. هم هذا الخلاف فيما بينهم على النفوذ الداخلي يعني كان سببا في ظهور هذه الأمور إلى العلن، والله تعالى أعلم. طيب أستاذ وليد، يعني إلى أي مدى يتحمل هذا النفوذ الإيراني في الخارج وأيضا التدخل بدول المنطقة، وأنتم ذكرتم في العراق واليمن وسوريا ولبنان، في زيادة الاحتقان الداخلي والتظاهرات الحالية؟ هل هناك علاقة بين الحالتين، زيادة النفوذ والتظاهرات الموجودة في إيران؟ طبعا سيد، لأنه إيران لما يكون شعب وشعب يعني مضغوط ماليا وماديا واقتصاديا، دولة إيران دولة نفطية، دولة نفطية بامتياز، لما يكون شعبها هو من أدنى الشعوب في المنطقة دخلا، ويعني نسبة الفقر فيها عالية، وإيران تدخله في حرب وتدخله تخرج من حرب وتدخل في حرب، وتعمل لحساب الإجندات الخارجية المعادية للمنطقة. الشعب الإيراني شعب كشعب هو يحب أن يكون صديقا لجميع الشعوب المجاورة له، سواء عراقية أو يمنية أو سورية، ولكن حكومته تدخله في هذه المتاهات. فبالتالي لما الشعب يرى أن حكومته تخالف التوجهات الشعبية، أيضا سيثور الشعب على يعني إذا كان إيران تدعي أنها تناصر الحكومة السورية الظالمة ضد الشعب، فهي تقول لنفسها الشعب نحن المضطهدون، أيضا نحن شعوب إيران مضطهدين، فلماذا حكومتنا تتدخل في شؤون غيرنا ولا تلقي ولا تنظر إلينا، وهذا البترول تدعم فيه حكومة سورية ساقطة ولا تدعم فيه شعبها. الشعب الإيراني أيضا فيه أناس عاقلون، فيه أناس عقلاء، نعم يعرفون أن حكومتهم لا تتكلم باسمهم، حكومة تعمل خلاف ما يحكم به العقل، يعني خلاف مصلحة الشعب الإيراني. فبالتالي هذا الاحتقان الذي دام منذ بداية الحرب الإيرانية العراقية إلى هذه الأيام أكثر من 20 سنة، يعني آن له أن يظهر على السطح وأن يتفجر. وهذه المظاهرات هي أكبر دليل على ذلك، المظاهرات على حرق السيارات، القتل، الضرب، الدمار الشامل الذي يحدث، والقمع يكون أشد، ولكن لا بد في النهاية أن ينقلب السحر على الساحر. مهما كانت قوة إيران والضرب والقبضة الحديدية، الشعب لا يمكن، كما قال الشاعر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. طيب أستاذ وليد، أستاذ وليد، إذا كانت إيران أو إسرائيل كل منهما تريد إنهاء الآخر، السؤال هنا لماذا لا تحرك إيران جبهاتها في سوريا أو في لبنان ضد إسرائيل، رغم تأكيدها أنها تمتلك القوة اللازمة، بينما نراها أنها تتدخل بشكل واضح وصريح لصالح نظام الأسد لقتل الشعب السوري؟ هذا أكبر دليل أستاذ الكريم على كذب ادعاءاتهم. لو كان ادعاؤهم صحيحا أن
أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وأن إسرائيل هي ربيبة أمريكا، وأن أيضا الشيطان الأكبر أصاب بنظرهم كما يقولون كما يدعون. لو كان كلامهم صحيحا لحركوا جنودهم، لحركوا حزب الله الذي يدعمونه ليل نهار، عنده صواريخ وعنده أسلحة. لو أراد أن يقوم بحرب حقيقية مع إسرائيل لاستطاع أن يفعل شيئا، ولكن هذا يدل على كذب ادعاءاتهم. نعم هذا كذب، هذا سؤالك دليل على كذب ادعاءاتهم وأنهم لا يريدون. وهناك نقطة، لا يريدون طبعا أن يقاتلوا، ولا هم أصلا ليسوا أعداء للحركة الصهيونية العالمية ولا لليهود المحتلين لأرضنا في فلسطين. قال أحدهم مقولة وأحب أن أركز عليها الآن، قال الحرب العربية الإسلامية من جهة واليهود من جهة في حربنا مع فلسطين لتحريرها استمرت ما يقرب 70-80 سنة أو قل 100 سنة إذا أردنا أن نوسع. قال أروني شهيدا واحدا إيرانيا القاتل في فلسطين. السوريون والمصريون واليمنيون وكل العرب تقريبا شاركوا في الجهاد في فلسطين في السنوات الماضية. أريني اسما واحدا من الشهداء فقط وهو إيران جنسية. ليس لهم مشكلة مع اليهود، لا يقاتلون اليهود، وهذا يدل على ادعاءاتهم الكاذبة. ونسأل الله سبحانه أن يفضحهم عما قريب إن شاء الله. من إسطنبول المتخصص بشأن الإيراني وليد قدو، شكرا جزيلا لكم.